عامان مرا على بداية الحراك الشعبي في الجزائر، وشوارع العاصمة وعدة مدن جزائرية أخرى ما زالت تتذكر جيدا كيف كانت بداية المسيرات المليونية التي أسقطت مشروع الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأسقطت معه رموز الفساد الذين أحكموا قبضتهم على مقاليد الحكم في البلاد. في ذكرى الحراك الثانية نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بتغيير حقيقي بعيداً عما وصفوه بمناورات السلطة. لو تحققت الأهداف لما خرج الشعب اليوم، بعد سنتين خروج الشعب هو دليل على أن الأهداف المسطرة لم تحقق بعد. التغيير المنشود، بناء دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون ما زالت بعيدة إلى حد الساعة. المشروعية لم تتحقق بعد، ولذلك في الشعب اليوم لا زال بنفس المطالب التي رفعها منذ في السنتين الماضيتين. من ساحة أول مايو وحي باب الوادي العريق اتجه المتظاهرون نحو قلعة الحراك الأولى، وفي حدود منتصف النهار امتلأت ساحة البريد المركزي بآلاف المتظاهرين الذين اعتبروا الذكرى الثانية للحراك الشعبي مناسبة لإعلان عودتهم إلى الشارع. راه الحالة راهي في خطر، البلاد راهي انخفضت، احنا نقولوا البلاد راحة للحيط، البلاد راحت للحيط، البلاد خفضت في الحيط، صاي ما عندهاش وين نزيد. بعد قرابة عام من تعليق المظاهرات بسبب فيروس كورونا، يتمسك الحراك بشعاراته الأولى في تكريس دولة القانون التي تحترم حقوق المواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.